السلام عليكم خواتاتي وخوتي في الله، كي دايرين؟ لاباس هانين، نتمنى تكونوا بخير بألف خير ان شاء الله. ثم شهر رمضان بالصحة والهنوبة باش تمنيتو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله تكون وصفة اليوم دجاج، جنحان تاع الدجاج مشويين في الفران. بسم الله على بركة الله. هنا عندي الجنحان، انا غسلتهم ونقيتهم مليح. هنا عندي معلقة كبيرة لصوص اغرو دوس، عندي تكون حارة وحلوة. وهنا معلقة كوري. وهنا عندي شوية سكين جبير، شوية فلفلة كحلة وشوية ملح. هنا معلقة ثوم يابس. هنا عندي العطرية ديال الدجاج. وهنا عندي معلقة كبيرة كوري كاتشوب وشوية تاع الزيت. بسم الله، اول حاجه هنايا غادي نجيب الجنحان ديالي، غادي ندير هذاك شويه تاع الزيت عليهم. هنا ندير الكوري. هنا داك شويه تاع سكين جبير وشويه فلفله والملح. وهنا عادي نزيد الثوم، عندي ملعقة صغيرة والعطرية تاع الدجاج، هي ملعقة صغيرة. هنا يا كوري كاتشوب، إلا ما كانش كوري كاتشوب ديروا كاتشوب نورمال. بالنسبة هاد لاصوص لما كانش متوفرة ما ديروهاش، معليش. ملعقة كبيرة تاهية. وغادي نخلط العناصر مليح. وانا هنا اللي خليتهم واحد الساعة ونص باش يشربوا لديك العطرية. بغيتو تطيبوهم ديريكتو طيبوهم، بغيتو تخليوهم يترقدو خليهم يترقدو حسن. وهنايا راني نسيت ما وريتش في المقادير معلقه صغيره ديال البزار الاحمر، راني نزيدها دركا. وغادي نخلط مليح. وهنا يا خواتاتي راك تشوفوا معايا جبت الطاولة يدخل الفران، وراني نست فيهم دوك الجنحان. وان شاء الله ملي يدخلوا الفران غادي يطلق لنا واحد المرق، غادي نقلبوا هذوك الجنحان يشرب لنا شويه داك المرق ونوليو نقلبوهم باش يتحمروا لنا. هما خواتاتي من خرجوا من الفران دركا كما راكم تشوفوا فيهم راهم محمرين. ويلا حتى نشوفوهم في طبق التقديم. وانا هنايا الجنحان راني رافقتهم بالبطاطا مشويه في الفران، وباش ما يجينيش الفيديو طويل راني صورتهم يروحهم. هما خواتاتي كما راكم تشوفوا معايا هما الجنحان ديالنا واجدين، وراهم في الساعه كيوجدوا وبنان، وتاكلهم بالصحة والهنا وباش تمنيتو يا ربي. ونقول لكم السلام عليكم حتى فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله.